يا مساء الخير واهلا وسهلا بحضراتكم. نبدا مع حضراتكم يوم جديد، حلقه جديده السادسه. طبعا تحياتي لكل الناس اللي بتتابعنا وهتتابع حلقه النهارده في يوم يعني بعتقد انه من الايام الحلوه في الكره المصريه، وليه يا رب ما تبقاش كل ايامنا حلوه. حقيقه طبعا بدايه خليني ابارك وهني المصريين على التاهل اللي اصبح بين قوسين او ادنى شبه مضمون للمرحله الثانيه من تصفيات كاس العالم بعد نتيجه امبارح والاداء الجيد الحقيقه اللي قدمه منتخب مصر قدام ليبيا وفوزه بنتيجه 3-0. انت محتاج نقطتين من ماتشين، واحده منهم على ارضك، وبالتالي اعتقد انه عارف طبعا انه ما فيش مستحيل في كره القدم وحسابيا ورقميا كل ده انا متفق مع حضراتكم فيه، بس انا شايف انه خلاص المنتخب الوطني حط رجله الاولى رجله اليمين في المرحله الثانيه من التصفيات، واعتقد انه المكاسب امبارح لا تتوقف عند النتيجه والاداء والثلاث نقاط، في مكاسب كثيره جدا تقدر تعدها وتقول انه بدايه طبعا انه الماتشين اللي جايين هيكونوا فرصه انك انت تلعبهم دون اي ضغط ودون اي توتر، وبالتالي مساحتك في الابداع، مساحتك في انك انت تعبر عن امكانياتك، مساحتك في انك انت تجرب كمدير فني، تجرب لعيبه، تجرب طرق لعب، هتبقى افضل بكتير جدا من لو كنت بتلعب الماتشين دول وانت تحت ضغط وتوتر الحسابات والارقام. ده نمره واحد. نمره اتنين انه من النهارده تقدر تقول انه بدايه مرحله جديده للمنتخب الوطني، الهدف الرئيسي منها انك توصل من هنا لغايه مارس اللي جاي وانت مستعد لمواجهه من العيار الثقيل. مش عايز برضو ابالغ قوي في الفرحه، طبعا احنا بقالنا فتره طويله جدا ما شفناش المنتخب المصري بيلعب مباراه بره ارضه بالقوه دي وبالروح دي وبالاداء ده ويخلصها كمان بالسكور ده. لكن عايز اقول انه لغايه النهارده برضو حتى لو كنت بتكلم مش بس على تصفيات كاس العالم، كنت بتكلم كمان على تصفيات امم افريقيا، المنتخب الوطني ما قابلش منافس في مواجهه رسميه من العيار الثقيل تقدر تخليك تقيس نقاط القوة ونقاط الضعف فيه عندك بشكل واضح وصريح. ده ممكن يبان امتى؟ يبان في المرحلة الثانية من التصفيات، لأنك بالتأكيد هتصطدم بواحد من التسعة الكبار في أفريقيا اللي بتوقع أن هم هيكون مشوارهم سهل في صدارة مجموعتهم. على كل الأحوال الحمد لله أعتقد أنه انطلاقة كويسة جدا لمستر كارلوس كيروش، يقدر من خلالها إن شاء الله يأسس ويحضر للمرحلة الأهم والأصعب إن شاء الله، وعنده فترة طويلة جدا يقدر خلالها يستوعب اكتر امكانيات لاعبته، يبص اكتر على عدد كبير جدا من الاسماء اللي تستحق في رايي انها تكون موجوده مع منتخب مصر في الفتره اللي جايه من بره الاهلي والزمالك. بالمناسبه في عدد من اللعيبه الحقيقه محترمين جدا يستحقوا ان هم يمثلوا منتخب مصر وهيكونوا اضافه للمنتخب. ده نمره واحد.